فوزي فوزي نجم حاضر. أنت متهم بالتواصل مع ضابطة إسرائيلية في جهاز الموساد وتقديم معلومات تضر بمصلحة الوطن والعمل على إشعال حرب طائفية واغتيال وزراء ومسؤولون. قصة واقعية من بلد غير واقعي، 109 أيام من الظلم والترهيب، والتهمة مش حيالله تهمة، التعامل مع إسرائيل لتتحول حياته إلى فصول ما بتنتهي، إلى عالم السجن دخل الفنان زياد عيتاني لتضيع أيامه بين الاستجواب والهوس الإعلامي اللي تهافت لتحقيق سبق صحفي والخفة اللي تعاطى فيها رجال الأمن مع المعقوف. كل هيدا وما طلت كولات، هي مسرحية تما تتكرر لا لك على مهلك، لك على مهلك، لك على أمتي أنا يا عمي، لك على مهلك. السباب بعد ما قصت حقه من عفيف التقل. لا خسر، لا ترك لي راس التقل وترك لي يشيلوا لحالي عضم. لا يا شباب، يا ما بدي اسمع صوتك ولا كلمة، ما بدي اسمع صوتك ولا كلمة. خلاص انت، خلاص سيدنا، حاضر سيدنا، خلاص انت. كولات هيدي المخلوقة الوهمية اللي قاعد كل العالم الشعب المهني والإعلامي يتعامل معها كأنه هي شي حدا موجود أو شيء، وهذا بحد ذاته كانت سريالية يعني بهيدا البلد، وصار ملف وكله بده يفتش على كولات. فكيف خلقت كولات وكيف نشأت بخلال هيدي القضية رح تبين هون، بس بأسلوب ساخر وبأسلوب كوميدي وبأسلوب في موسيقى كتير، وعلى أنه تنتهي هيدي القضية بمحاكمة عادلة بانكشاف الملف كاملا بكل تفاصيله. وبنقول للعالم نحن ناطرينكم مترو المدينة وما طلت كولات، تعوا نضحك، تعوا نشوف الحقيقة بنفس الوقت، وتعوا ما ننسى انه اللي له حق بهالبلد ياخده بأي طريقة كان، سواء بالفن او على بالارض. يعني يا عم لا مؤاخذة، بدي اعرف بس انتو حكومة او عفوا يعني عصابة اخدتني خاطفتني بالددية مدية، لانه العيلة عندي ما مستعدة تدفع شيء. مسرحية نقدية بتستند على شهادة حية وحقيقية، مسرحية كوميدية، مسرحية سياسية بالمعنى الواسع للكلمة، لأنه بتحكي عن قضايا الإنسان المعاصر بهيدا البلد. شي حلو، لأنه كل شي بينبع من القلب، كل شي بيوقع من شي حقيقي مفروض أنه يترجم بشكل لذيذ. وزياد عنده موهبة حلوة، إن كان بالكتابة وإن كان بالتمثيل. ما في حدا انظلم قد زياد، نحن جايين أول عرض وأول ناس لحتى نشجعه ونزقف له ونخليه يدفن هالحزن تحت هالخشبة. فعلا حسينا أنه هيدا الشي صار مع كل واحد، وهذا موضوع كتير كبير، منه صغير، منه تفصيل أبدا. هذا موضوع اللي منهم حاسين وبعدهم اخدين الموضوع استلشاء، هذا موضوع كتير كبير بهم كل اللبنانيين. شو ها؟ ملف. بعرف ملف، ملف لك ملف. شو هذا اللي بالملف؟ ما بعرف، ما بيعرف، ما بيعرف يا ابو الذهب. ووزير الداخليه يا اخو شليتي فرد مره، مش انه بلش لي بهذا الشيء اسمه بالرياضه، لا 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 لا، دارب عبدين. على خشبه مسرح مترو المدينه وضع زياد عيتاني الحقيقه امام اعين الحضور، وقدم مع المخرج هاشم عدنان الصوره مثل ما هي، والكتابه بمرافقه خالد صبيح اللي اطفى على هالتجربه كلمته. حلو انه هو قدر يتجاوز هيدا الشيء بطريقه يشارك الناس، لأنه كتير مهم أنه يخبر قصته. شخص انظلم هالقد وكتير دمرت حياته بسبب ملف تم تلفيقه لقاله. شو بتشتغلوا بليه؟ أنا تلفير مناطق. لا مش هتة، هي شو بتشتغلي؟ مين هي؟ الضابطة الإسرائيلية بجهاز الموساد. الضابطة الإسرائيلية بجهاز الموساد؟ نعم. شو بتشتغل؟ القضية اللي صارت معه هي قضية بتمثل أي شخص مواطن لبناني أو عربي ممكن كانت إنه تصير معه هذا الموضوع. فنحن جايين كرامة نحضر زياد اليوم. عم بتصير أكتر وأكتر بهالبلد القصص مثل هيدي، يعني عم بتزيد أكتر من قبل. كتير فلتين الملأ بالبلد على آخر بارة. جاي قلو لزياد أنه نحن من الأشخاص اللي ما صدقنا أنه أنت قالوا عنك هيك ودعوا لك هيك. كنا دايماً عنا اليقين انه لا، مش معقول يكون صاير هيك مع شخص مثل زياد. فهو دعم لزياد قبل كل شيء. بلد بسياده يو بيخونوا اولاده يو بلد تعكير يو اوعى الفقير يو اوعى الفقير اوعى الفقير.
بعد ما طلت كولات ايه؟ لا ما في لحس ولا خبر؟ ماشي لقيلهم كولات. زياد حمد الله على السلامة. الله يسلمك. هذا أول لقاء لنا من بعد خروجك. صحيح. وإطلاق صراحك إذا فينا نقول، بس كانت ردة الفعل حلوة، نتج عنا مسرحية. إيه بطبيعة الحال، يعني أنا يعني كنا عم نفكر يعني كيف بدي العودة كيف بدها تكون. أي متى كنت عم تفكر؟ يعني بصراحة أنا كنت كتير مستبعد فكرة مسرح، لأنه أنا بعد ما طلعت من الحبس كان عندي مشاكل كتير يعني من أعصاب وبدي علاج لوقت يعني. بس أصدقائي يعني المحيطين اللي هني مشاركين معي بالعمل كان من أول يوم يلا على المسرح يعني بيقولوا لي يعني احكي احكي على المسرح، أنا ماني سياسي تأخطب بمنبر، ما بدنا نحولها لمؤتمر اعلامي نفضح اللي صار ايه وتصير ماده للصحافه وتصير ماده للصحافه اوريدي، يعني وهي اساسا كانت ماده بطريقه دسمة مادة ايه صح. فقلنا على انا بالنهايه مسرحي بعرض هذا الشغل على المسرح على المسرح مع خالد صباح كتبت النص، وخلينا نقول انه 65% من الأحداث يلي رح بيشوفوها الناس بالمسرحية صح هي الحقيقية هي حقيقية هي حقيقية يعني في كتير يعني تفاصيل ايه في كتير تفاصيل العالم يعني تجهلها، طريقة تركيب الملف طريقة تركيب التلفيق يعني كيف بتصير للمعاناة الشخصية اللي مرقت فيها يعني. بس طبعا أنا فصلتها شوي وعطيت يعني عطيتها لأنه شاب دليفري بنقيش نقينا إيه؟ الكاركتر هيك معلم إيه؟ لانه في رقابه يعني كمان من اشوف هلا كيف مرقت على الرقابه عدا عن الرقابه هي القصه يعني اللي بدي اقوله انه باي لحظه ومن اولى بالمسرحيه باي لحظه كان ممكن اي شخص بلبنان يكون بدل زياد يعني ومشان هيك نقينا انه كاركتر تاني يعني للعالم تشوف احيانا قد ايه نحن مثلا ضحايا شيء شخصي يعني ما وممكن ينتهي حياة أي واحد منا أنه وفعلا أنا بقوله يمكن لو ما كان صوتي عالي لو ما أنا شوي ممثل مسرحي يعني ومين كان نقل صوت المصدومية عندي لبرا بس قدي ردة فعل الناس بس ظهرت زياد كمان كانت بوش أساسي طبعا يعني إن كان بمنطقتك بطريقة جديدة شفنا الناس كيف طلعت طبعاً بالشارع الرئيس سعد الحريري بدوره كمان كيف حضنك قدي هول كانت عوامل عطيتك كتير قوة يعني أكيد أول شيء المحيط والبيئة هني اللي أعطوني هذا الدفع الرئيس الحريري يعني دايما في ناس ربطت بالسياسة والانتخابات وهذا يعني بعده كتير عن الشق الإنساني الأخلاقي اللي اتخذه ياخده كان الرئيس الحريري بالموضوع. نحن عم نشوف مشاهد من نهار خروجك من السجن زياد ثلاثة شهور ونص تقريبا بالاعتقال، ولما ظهرت يعني ما بعرف قديش تغيرت نظرتك أول شيء للحياة ولطريقة كتابتك بالمسرح، واللي بدي أسأله كيف قدرت تنقل مشاعرك لخالد صباح تتكتب انت وياه يعني يلي عشته ما بعرف اذا فيك تنقله لحدا غيرك هلا اكيد غيرت كتير نظرتي للحياة يعني بالنهاية بتكتشفي انه يمكن كنت عاملة شيء مبني على مثل رمل يعني وبيوقع باي لحظة فبتصير بدك تطلع بدك تثبتي كل شيء يعني سواء بالفن او بالمجتمع او بحياتي يعني وخاصة انه هي مثل كانت غربال لمحيطي وللبيئة يعني اللي وقع اللي هذا خالد هو احد اصدقائي المقربين يعني واللي عاش للحظة شك بينه وبين حاله قال لك؟ ايه طبعا شك يعني وفقد الثقة بكل يعني قال اذا زياد هيك فممكن يكون خي ممكن يكون اي حدا عم تسلم عليه الصبح فكمان عاش حالة من التروما الفظيعة يعني خالد وكانت علاج لإله ولإله يعني لما عم ننقل ونقعد ونشتغل بالليل وفعلا تستمر لأعداد لوجه الضوء يعني وإنه نبدل بكلمة ونشيل بكلمة أنا وخالد يعني كان كتير عايش اللحظة وهو بالنهاية يعني خالد إنسان يعني عنده فرقة موسيقية ولأول مرة بيمثل ولأول مرة بيكتب وكتب نص الحمد لله العالم عم بتقول يعني نعم هون عم نشوف بعض المشاهد مع الرئيس سعد الحريري والوالدة صحيح هون ببيت الوسط اي هون اول ما طلعت استاذ محمد امين عيتاني كان معنا نعم اي شو سألك رئيس الحريري
يعني أول شيء هناني بالسلامة وقال إنه أكيد ما بدي حق يعني، وخاصة بقضية مثل هاي وأشياء أخرى يعني عن الصحة والعائلة وال... أنا الجانب الأخلاقي الإنساني بالرئيس سعد الحريري ما بنسى بهذه القضية يعني. أنا ما بعرفه بالشخص، كانت للأسف مناسبة، كانت مناسبة بس بعدين لاحقا اكتشفت شخص جدا جدا عاطفي بيقدر يعني بيفهم الوجع منيح لأنه بيعرف شو وجع الشخص العائلي يعني، وروح الفكاهة العالية. نعم والله هيدا بلا لاحقا يعني أكثر من مرة جماعتنا فروح الفكاهة العالية صرتوا أصحاب يعني؟ هيدا إنه نشوفه يعني الشخص هيدا إذا من رجل الدولة هيك، بس تنحكي عن المحيط، عن والدتك، عن بنتك، يعني لحظات كلنا دمعنا بس شفنا هالفيديوهات اللي جماعتك فيهم. ايه هلا البنت طبعا لانه وحيدتي ولين يمكن خبرت قبل انا باطلالي السابقه التلفزيونيه انه انا توقفت على بعد 3 ايام من عيد ميلادها يعني، وكنا موعودين نعمل لها عيد ومن بعد عيد الاستقلال بنهار. ايه وهي يعني انا ب 23 ب 27 عيد ميلادها يعني. هلا من كم يوم يعني كان عيدها صح إيه. وكنت انا وياها ملهيين بتحضير العيد يعني لعيدها يعني. وكل فترة الاعتقال أنا ما ببالي إلا ببنتي يعني، إنه طبعاً إنه بنت بعمرها بتتعرض لبولينج يعني، بتتعرض لهيك نوع من الإزعاج وبس كانت قوية والحمد لله يعني هلأ رجعت علاماتها بتجنن. طب والوالدة؟ الوالدة أقوى شيء. عن جد؟ أقوى شيء هي اللي مسكت الكل يعني، وكانت قوية كتير يعني، عندها إيمان فظيع يعني. نحن عم نشوف بنتها ايه هذه بوقتها. زياد نحن عم نحكي عن قضية يعني بعد لهلأ ما وصلت لنتائج نهائية، لأنه هلأ المتهمين بالقضية بعد ما تحاكموا صح؟ ايه بعد ما صدر حكم نهائي بحقهم، وانت بنفس الوقت كتبت مسرحية بتستعرض فيها جزء من هالتجربة اللي صارت معك. قديه هالموضوع حساس وقديش النص مرق على الرقابة بلا ما يحطوا ما بعرف كتير قضوية حمر على بعض المواضيع؟ احنا اول شيء مشينا بارالال بالقضية، بس طبعا لا ذكرنا اسماء، لا ذكرنا جهات امنية، ورعينا تماما القانون، وحتى لما قطعت المسرحية بالرقابة بالامن العام انا التقيت باللواء عباس ابراهيم وقال لي بالنهاية الرقابة منا هواية، الرقابة هي في قانون لبناني بحتم علينا عدم المس دينيا بمحلات معينة وأمنيا بمحلات معينة، وهيدا نحن وظيفتنا نرعى هيدا القانون، والنص لقيناه مراعي متطابق لهيدا القانون، وبالتالي كمان بمحل ما نفهم حرية التعبير ومنفهم حقك بالتعبير تحديدا، وكان متفاهم جدا، وفعلا النص اللي شافوه العالم بيحترم عقول الناس، ما بيخدش ما بيجرح بالشخصي، وبيستعرض قضية كان ممكن انه بالنهاية هي قضية فساد وهو ترو سوري. الناس عم هاشتاج هاشتاج، فالناس عم بتحس انه فعلا بالمسرحية عم تضحك وعم تغني بس بنفس الوقت عم تعيش انه وجع انه ممكن يكون. طيب زياد طلعت منها يعني قديش هالمسرحية كانت فشة خلق او علاج او فرجيت للعالم الحقيقة بركي صح. طلعت ايه هلا بنسبة كبيرة طلعت، لكن لانه مثل ما ذكرتي انه مثلا قضية بعد في محكمة للمتهمين الاثنين الاساسية فيها، ولانه القضية يعني لازم تبين طبيعي بدك تصير تواكبي، وعدا عن الجانب الملف الادعاءات الشخصية اللي انا بدي اقدمها يعني. طيب لما كنت عم تكتب انت وخالد قديش هالاسئلة والاجوبة والاعداد كانت فشة خلق لإلك لما تحكيهم، حتى فشة خلق لإله لأسئلة يمكن كانت بعدها علقانة براسه، كتابة النص كانت مثل مطرح تا يقدر يستفهم لفريق العمل كله. يعني أول شيء كتابة، بعدين لما نزلنا وجهزنا الأكيبة ومترو المدينة كمان تحديدا يعني، لما صار القعدة على الموسع كان كتير محمسين، كتير بدهم يظهروا يعني الممثلين اللي عنا يعني
هلا نحكي عن الممثل والإخراج، أيوة والإخراج كمان. كتير محمسين لأنه يطرحوا هالقضية على المسرح، والحمد لله النجاح اللي لقيناه بأول العروض وهلأ الحجوزات اللي سكرت كذا عرض لقدام، حسوا قدي أنه العالم فعلا بلشت تحمل هالقضية كرأي عام مش كقضية زيادة تانية. أوكي، في مشاهد بدنا نشوفهم، خلينا هيك نرجع مشاهد جديد. أي حاضر، تسلم حبيبي، تسلم تسلم، الله معك الله معك. لك صوتك، لك صوتك، لك على مهلك، لك على مهلك، لك على قامتي انا يا عمي، لك على مهلك. السباب عندي مصت حقه من عفيف التيكل. لك صلاة، ترك لي راس التيكل وترك لي شيء بالحالي عطم. لا يا شباب، يا ما بدي اسمع صوتك ولا كلمة، ما بدي اسمع صوتك ولا كلمة. خلاص انت، خلاص سيدنا، حاضر سيدنا، خلاص انت. احتراماتي سيدنا، اهلا اهلا، شرفت بيتك ومطرحك. سلموا لهالكلب واللي خلقك لامسح فيك ولا هيدا اللي انا فرجيك. افتح لي التحقيق. تحقيق؟ ايه تحقيق. اسكت سيدا. سيدا شو؟ شو رايك بس غير تيبرك قبل ما يكشفوا عن نجوم؟ لا الله خليك، انا ما لتدخل فيها، بكره عم اشتغل. انا فايت غير تيبر التحقيق، انت خلي عينك عليه. شو؟ 10 على 10. لا 20 على 10. خلص بعرف انا تنبه هالبلد كلمين جاز مويدا على حسابه فاتح. يا جماعة شو تحقيق؟ ما تحقيق، شو عامل انا؟ هلا انت بدك تقول لي انه ما عارف حالك شو عامل؟ لا والله. اترك لي الله على جنب وركز معي هلا هون، فيك فيه شو تحقيق ما تحقيق؟ يعني انت هلا المواطن الشريف اللي ما بحياتك عامل ولا مخالفة؟ والله ماني مذكر اني عامل شيء. ما هن كلهم بفوتوا لهون ما مذكرين انه عاملين شيء. يعني انت لا برخصة عمارة عامل مخالفة. مخالفة. ولا مدد لك شيء من مية الدولة. دولة. ولا مدد من كهربة الماء الدولة. والدولة. ولا مدد لك شي قصة. شي قصة. شو طلع معك سيدي هلا؟ مخالفة دولة تعليق شي قصة. في قصة من هيك. متى جهز النص؟ سلمته للمخرج، وهون صارت مهمته انه يمسرحه لهيدا النص. نص العمل من اخراج هاشم عدنان. كمان كيف اخترته لهاشم زياد؟ قد ايه انت على معرفة فيه كمان تسلمته أمانة ونص هالقد شخصي؟ لا أنا أول شيء ما كنت بعرفه لهاشم، يعني بصراحة كان اقتراح هشام جابر مدير المترو. نحنا كنا بتحدي حقيقي مع الوقت، لأنه مثل تعهدنا كفريق عمل أنه بدنا إياها تطلع بـ 23/11 اللي هو نهار توقيفي، يعني الافتتاح يكون 23/11، وكان بعد لنا شهر وخمس أيام، وما كان المخرج يعني ما كنا يعني اتفقنا على اسم المخرج بعد. و يعني هاشم اجى مثل فدائي انه يشيل عمل بشهر وهذا بقضيه مثل هذا، كان فدائي جدا يعني بهيدي بهذا الموضوع. كانت عينيت له كمان كانه شخصيه لانه شخصيه. فطغري هشام جابر عرض على هاشم وتطوع. زياد قبل شوي كنا عم نشوف مشاهد، يعني ذكرت لنا انه تقريبا 70% من المشاهد اللي عم نشوفهم على المسرح هي مشاهد كانت عم بتصير حقيقه. أي. الأرجيلة واحدة منهم عن جد عم تحكي، والشورت الأحمر كمان. هيك كانت الأجواء يعني. أي والله. بعد في نوم وشخير في هول كلهم. طيب صار لك زمان عم تشتغل مع المخرج يحيى جابر، بما أنه عم نحكي عن الإخراج، كيف بتقارن العمل بين مخرج يحيى جابر ومخرج جديد مين ما كان؟ لا هي مش قصة تخرج. وليش ما سلمت ليحيى؟ لا يحيى عسلامته، يعني عادي العالم فكرة في شيء لأنه أنا شفته وكل شيء وقعدنا مع بعض وهيك، بس وشرح لي أنه عادي طبيعي أنه إنسان أنه خاف، يعني أنه خاف وقتها وعمل ردة الفعل. طيب مش معقول يعني أعطيه النص بيقول لي خايفين أعطيه نص مثل هيدا. ما هيدي بالمنطق يعني. بس ايه لا انا كمان لانه عندي قرار انه يعني اظهر من المونودرام اصلا كمان معك كذا ممثل. صار لك زمان لك بالعاده كان اوريدي. انا عندي قرار قبل بوقت انه لازم اظهر من المونودرام، لازم نوع، لازم اعمل حتى انه خلص صارت يعني صار بتكرر واحد بكرر حاله دائما نفس الوقفه مثلا ولو قد ما كان ممنوع يعني. صح قررت انه فوت باكيب، ونحن هلا يعني هذا العمل ونجاحه يعني صرنا عم نفكر مزبوط انه نكون فرقه،
يعني نعمل نواة لفرقة مسرحية حلو. هيدا خاصة انه نحن هلا عم ياخد اغلب مشاهد من اول فصل الاول، انما بالفصل الثاني وبالفصل الثالث في موسيقى عزف مباشر على المسرح، في اغاني، في جرعة الكوميدي بتزيد لانه طبعا مشهد التحية بيكون شوي صارم، فجرعة الكوميدي بتزيد، النص محبوك بطريقة يعني أنا يعني بكل الأعمال أنا بعتبر أفضل نص مسرحي طيب. عم بلعبه حاليا يعني. لأنه المسرحية ولأنه المعالجة كانت من خالد يعني تفوع على نفسه أول مرة بيكتب وأول مرة ممثل، وخالد موسيقي بالدرجة أقول موزع موسيقي وعنده فرقة الراحل الكبير يعني أنا كمان اللي حابه كتير بهالعمل أني قدمت خالد صباح ككاتب وك يعني ككاتب وممثل، وفي شيء بدي كثير الفت يعني بدي شدد عليه، في ممثل اسمه زياد شكرون يمكن العالم عم تظهر من دهشه لانه عم يلعب ثلاث ادوار بالمسرحيه، محقق بعدين محامي بعدين هو، هن كلهم عم يلعبوا بس زياد شكرون انا بعتبر يعني من احد اهم الممثلين المسرحيين اللي شايفه على المسرح يعني انا عم بستمتع انا واقف على الخشب عم بتطلع بفنان حقيقي يعني ورائع. طيب بس لحظة بعد سؤال بدي أعرف إذا يحيى حد المسرحية يحيى جابر ما بظن ما يعني كنت عرفت يمكن لو حضرت كان قال لك ما انتبهت وهو أنت حضرت له مسرحيته شو ها؟ لا أنا معناه لأنه سألت معي ما قدرت خلينا ناخذ بريك إيه بناخذ يلا بنرجع بنكفي من بعده مشهد تحقيق جلوسا ثاني مرة بقلبك عمي فوزي فوزي نجم انت متهم بالتواصل مع ضابطة اسرائيلية في جهاز الموساد وتقديم معلومات تضر بمصلحة الوطن والعمل على اشعال حرب طائفية واغتيال وزراء ومسؤولون مارتا شالب اشو انت متهم بالتواصل مع ضابطة اسرائيلية في جهاز الموساد متهم بالتواصل مع ضابط اسرائيلي في جهاز الموساد. رد على التحية وحاجة ترشي تعال على نازل ولا رد على التحية وحاجة ترشي سقط عليك تلقي اوامر